تحب تبدأ بمين؟ أبدأ بالشيخ. يا عمرو. يا حبيبي. هو أنت على طول هتبدأ بالشيخ؟ أنت مالكش إلا في الستات بس هي فين الستات بس؟ أنا كنت بحسب ذوقك أحسن من كده. نشوف العرافة عندها إيه. تعالى يا حبيبتي. يلا يا ست عرافة. طيب ماشية كويس الحمد لله. زي الفل. أنت بتتخانق مع جيرانك ليه كل شوية يا بلدوزر؟ فين؟ بتتخانقتش مع جيرانك؟ لا ما تبصيش ما تبصيش مع مين؟ ما اتخانقتش مع جيرانك من قريب؟ لا والله من قريب ما اتخانقتش. لا اتخانقت مع كنت بصل له الجمعه اللي فاتت. خناقه ال 22000 جنيه. خدت 22000 جنيه؟ اه اللي كانوا عليك للعماره. للعماره مش هدفع عماره على فكره، انا قاعد في فيلا. يعني انت مش عاوز تدفع لهم فتتخانق؟ انا بدفع كتير على فكره، بس هتخانق ليه؟ طالما حاجه عندي هدفعها. بس هم قالوا ان عليك 22000 وانت حبيت تتخانق. لا والله ما عنديش، والله صدقيني لو عندي هقول لك عندي عادي، يعني ما مشكله. اصل هو مش عايز يعترف. لا والله اعترف، والله صدقيني عليك مش عندك. ما عليا عليك. اه ما عليا فلوس، يبقى يعني عندي فلوس. آه. لحد اه بس طب اسالك سؤال، هم عليا بتوع ايه؟ صيانه العمارة. والله العظيم ثلاثه، انت شكلك خرفانه وانت اللي عايزه صيانه. لا انا عارفه اللي بقوله واسراري كلها عندك. طب ما تريد تديني سر بقى، يعني ما لو سر مش هيتقال على الهوا. وانت يا شيخ العرافين. ما تضربش في العرافه يا عمرو بن يعني فوق. عشان مراتك انت هتقلش كده. لا 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 لحد كده وستوب. العرافه بالنسبه لي خط احمر. خط احمر؟ امال جاي تزحمها في خط احمر في التيشيرت احمر. لا زحمها لكن ما بحبش حد يغلط فيها. دكتوره هي مالهاش لسان ولا ايه؟ لا انا ليا لسان، ما انا بقول لك. ما تقولي له بقى، خليه ما تخليه بقى ولا نظمي. طب خلاص يا عرافه قولي له حاجه ثانيه، ما هو دي خلاص. أنا هو انا سالتك سؤال. بعت عربيتك عشان الفلوس يا راجل، يعني كل فلوسك دايما بتضيعها كده، وبتضيعها في ايه بقى؟ ايه بقى؟ تقدر تقول لنا؟ طب ما تقولي لي انت اللي العرافه، ما تقولي لنا. طب انت بعت عربيتك فعلا عشان بقى والخروجات والكباريهات؟ لا 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 معقوله؟ لا بتعرق قصات ولا ايه؟ بجد فعلا؟ لا والله ما... لا اكيد لا. لا طب ثانيه انا هسال سؤالين. اتفضلي. هل بعت عربيتك؟ انا كان معايا عربيه، كان معايا ثلاث عربيات كمان، واحده عملت بيها الحادثه رانج، وكان معايا مرسيدس ام جي بقى من حوالي سنه بعتها، لان لما جيت ركبتها سافرت بس اسكندريه بعد الحادثه، بعد كده الدكتور منعني من السواقه لغايه لسه قدامي، قال لي كان على بدايه شهر 6 او 7 اللي جاي ده، ده سؤال خطر جدا انك انت تسوق. بس ما عنديش خيار. طيب السؤال الثاني، بتضيع فلوسك انت يعني من نوع المصرف؟ انا طول عمري مصرف، بس مصرف على في غير مكانها؟ لا طبعا بالعكس، انا الحمد لله من النوعيات اللعيبه اللي بنصرف. مصرف لحد ما خلصت فلوسك كلها؟ يا سلام. لا على فكره ايوه مش عيب على فكره. انا على فكره عندي شركه بترول، سيبك بقى ان منصوب عليا فيها، عندي كام يعني بتصرف وضيعتها؟ موجود عندي، بس بقول لك منصوب عليا فيها، بس انت ما قلتش انا عندي، بتقول كان. لا بقول لك عادي غلطه لسان، عندي شركه بترول بقول لك منصوب عليا فيها من 2008 2009، عندي مطعم وكافيه شريك فيه. 35 مليون جنيه. 42 مليون بس اجيب 42 ده نسبه وحياه رحمه ابويا اللي هجيبه.